الله يعافيك الله يعرف عليك. معك احمد المل علي احمد، يعطيك العافيه. احمد ابي 5 ايام صار لك من اول ما دشيت، شنو تغيرت حياه احمد؟ وشوف الكاميرا هناك، خلي يشوفونك اهلك بالتلفزيون. الله يسلمك. والله من اول ما دشيت تعلمت شلون يعني الواحد يهتم بنفسه، يعتمد على نفسه اكثر. وانا هني الحمد لله بين اخواني المدربين والطلبه المتحقين بالخدمه الوطنيه، ووايد يعني احمد شو تنصح اخوانك الان اللي يشاهدونا بالتلفزيون؟ شو تقول لهم؟ تعالوا حياكم الله، انضموا للخدمه العسكريه اللي كملوا سن 18. اكيد اكيد انصح الشباب المتخلف بالخدمه الوطنيه ان يعني يلتزم بالخدمه الوطنيه، لان شيء من صالحه هذا. يعني شنو استفدت؟ تدريبات عسكريه، رياضه، اجتمعت مع تعرفت على شباب يدد؟ اكيد يعني اجتمعت مع شباب يعني طيبين يعني كل التسهيلات موجودة لكم، وكل التسهيلات موجودة، والمدربين مو مخلين علينا قاصر يعني، وكل شيء يعني. يعطيك العافية المجند أحمد، عساك على القوة.